تكمن جذور الخير في تربة تقدير الخير، والتكريم دائما هو عنوان التقدير. لذلك فليتفضل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بتكريم بعض النماذج الواعدة من الشباب الإفريقي والصعود إلى المسرح. ولنبدأ بالمتكرم الأول وهو إريك جونيور من دولة أوغندا. جنوب السودان. صباح كبشور من دولة السودان. من إثيوبيا. توثيق لحظة النجاح للدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، فليتفضل سيادة الرئيس بالتقاط صورة تذكارية معهم. شكرا جزيلا سيادة الرئيس، شكرا السادة الحضور، شكرا وألف مبروك للدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة. شكرا جزيلا.